جميعا وباسم كل القوى التقدمية في ربوع هذه البلاد العزيزة أن أتقدم بجزيل الشكر إلى كل الحركة النقبية في العالم على تضامنها مع قلعة النضال ألا وهو الاتحاد العام التونسي للشغل. أتوجه بتحية كذلك إلى مناضلين السياسيين والحقوقيين في سجن المرناقية. استمعتم إلى عديد الرسائل المشفرة وذكرت أحداث 77 و 78 والحديث حول أن الاتحاد يستأسد بالخارج. من يريد لا أحد يزايد على هذه المنظمة وعلى قناعتنا ومبادئنا التي تأسست عليها هذه المنظمة.